السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. محمد عبد الرحمن وعجب واحمد ادم، كرة تتسدد ترجع مرة ثانية لنفس اللاعب، تتسدد ايضا رجعت لنفس اللاعب، هي على قولة السودانيين عوزاهو، كرة ملعوبة على الجهة اليسرى سليمة ما فيها شيء لمصلحة المريخ، عالية عرضية داخل منطقة الجزاء، فريد شان سقطت من يده، عادت مرة أخرى، الأحمر الوهاج المريخ يتقدم والعب يا عصا، عمل كل الإزعاج وتقدم بأول هدف في المباراة وأعلن عن تقدم المريخ بهدف أشعل مدرجات استاد المريخ. اتخلصت الكرة، رجعت في مكان سليم أمام المرمى، السلام، الصفوة الفريق بالقوة والصفوة، الهدف الثاني، اثنين المريخ، لحظة خروج الكرة يوقف المؤلاء، سليمة، كرة سليمة، سليمة والمريخ في السليم، سليمة والمريخ في السليم، عجب لعبها بكل عجب، عبد الرحمن لم تكن لديه الرحمة، أعلن عن محاولة ومطالبة بخطأ، لكن الآن ارتداد للمريخ، فيه مساحة، مساحة راح وزاد الجيران، واثنين في الحاضرة، يا سلام، المريخ زاته، المريخ بشحمه لحمه، المريخ يقدم، يا سلام يا بكر المدينة، انت مصاب لكن تعرف وين تكون الإصابة، وأعطاها محمد عبد الرحمن هداف العرب، نجم العرب، يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله، هذه ما يحطونها الا الكبار، اللعيبة الكبار بس اللي يلعبونها بطريقة، وانت كبير من ضمن الكبار، ان اشاهد سانتو جديد، كسلة جديد، عجب جديد، المريخ يعطيك العلم الجديد بهدف ثالث، يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو